نسويهم صلوات، ناخذ جناسيهم، عندنا قاعدة بيانات حاسبات، عندنا اضافة الى المصادر الى معلومات مسبقة عن عناصر داعش المتواجدة داخل المعارك اللي ينزحون باتجاهنا. وليد احمد والله ليش ما تطلعونا باقي القاعدين؟ لا تقول لي ما اعرف، يعني 3 سنين عندك هو داعش، 3 سنين بمنطقتك تقول لي ما اعرف. والله عمي جاي اساعد. روح ورا هذا وياك.